يتم استقبال جميع الإطارات. الإطارات عادة تقسم إلى إطارات صغيرة الحجم اللي هي إطارات السيارات، وإطارات كبيرة الحجم اللي هي إطارات التركات والشاحنات والمركبات الصناعية. الإطار يحتوي على مطاط، احنا بناخذ صفة اللي هي الليوني تبعت المطاط، فما بندخل في التركيب الكيمائي للإطار وإنما بناخذ هاي الصفة منه. احنا الإطارات اللي بتيجي بداية يتم فرزها لإطارات كبيرة أو إطارات صغيرة، ثم بتدخل على العمليات الإنتاجية. لا قبل ما تدخل العمليات الإنتاجية لازم تكون نظيفة، بنشيل منها أي شوائب أخرى، بعدها بندخلها على العمليات الإنتاجية. بنبلش بداية في مرحلة الطحن، والطحن بمر في 4 أو 5 مراحل. أول مرحلة فيهن اللي هي الطحن الأساسي، هو تقطيعه لقطع كبيرة، ومن ثم بدخل على المرحلة اللي بعدها بتقطع لقطع أصغر بمقاس حوالي 20 مليمتر، ثم لمقاس 10 مليمتر، ولا مقاس 5 مليمتر على التوالي. وبعد كل مرحلة تقطيع بكون في مرحلة تصفية، بحيث أنه بنشيل الحديد من الإطار، لأن الإطار بيحتوي داخله على ربر وعلى حديد، فإحنا بنشيل الحديد وبنطلع حبيبات المطاط. هاي حبيبات المطاط راح تكون هي المدخل الأساسي لصناعة المطاط. بعد هيك المرحلة الثانية للإنتاج بتبلش من مرحلة اللي هي مرحلة التنعيم، بحيث بتم تنعيمها لمقاسات قليلة جدا، حوالي 40، تسمى تقاس بالمش، يعني 40 مش و30 مش. فإحنا بنحصل على حبيبات مطاط ناعمة جدا. هاي بعدها يتم خلطها في خلاطات ضخمة مع ضغط ميكانيكي يولد حرارة، فهذا الشيء بيعمل على تغيير خواص الربر مع إضافة مواد ثانية وزيت ربر عشان عملية تحويل الربر للربر يمكن تشكيله. بعدها بندخل على مرحلة الكبس والتشكيل، وبتم تشكيل المنتجات بحسب القيم الهندسية والمواصفات المطلوبة.